أنا جمال باجندوح، لاعب الدوري السعودي للمحترفين بنادي الطائي. نعم، أنا أؤيد إدخال التكنولوجيا في كرة القدم، لأن أحس أنها ساعدت الحكام كثير في أنه يسيروا مجريات المباراة بثقة أكبر وبأغلاط أقل، وحتى إحنا كلاعيبة ساعدنا كثير أنه نتقبل قرارات الحكام بثقة، لأنه عارفين أن في حكام آخرين قاعدين يشوفونها بتكنولوجيا وبكاميرات دقيقة جدا. من التقنيات الحديثة اللي يعني جدا ساعدتنا كثير في التمارين هي تقنيات الاسترجاع الحديثة، يعني عندك أمثلة مثل الكريوسونا، جهاز التكار، هذه الأشياء تساعدنا نتمرن على أكمل وجه ونسترجع جهودنا في أوقات قليلة جدا بالنسبة للسابق. أنا أتوقع أن السعودية تقدر تستضيف كأس العالم في المستقبل القريب كمان إن شاء الله، لأنه الإمكانيات متاحة، الملاعب ما شاء الله تبارك الله ممتازة، وأتوقع أنه بإذن اللاعبة السعودية استضافت كأس العالم سيكون ناجح جدا. توقعات المنتخب في المونديال القادم، أتوقع أنهم يقدمون مستوى مشرف ويبيض الوجه، خاصة بالنظر للمنتخب السعودي حاليا فريق جدا ممتاز متكامل وفيه خبرة ممتازة. المنتخب السعودي تطور كثير في الفترة الأخيرة، وبرأيي هذا ينسب لتطور مستوى الدوري السعودي عندنا بحكم زيادة عدد الأجانب، رفع من مستوى اللاعب المحلي، وأيضا عندك لعيبة في المنتخب يعني ما شاء الله تبارك الله نضجوا وأصبحوا لعيبة خبرة، وأثر ذلك كان واضح في التصفيات لأنه المنتخب قدم مستوى جدا جدا رائع. التمني المنتخب السعودي يرفع كأس العالم، لكن أتوقع فرنسا هو المرشح الأقرب بالنسبة لي. التغيير يبدأ معاكم، go and change. GAC Motor.